لدينا التمرين الواضح أمامنا، حيث هنالك تجربة نفذت وفق هذا التصميم واستخدم فيها 4 علائق وغذيت الأغنام بواقع 3 مكررات لكل عليقة من هذه العلائق. سنقوم بإجراء التحليل الإحصائي باستخدام الخيار جن. التمرين هو مخزون ضمن البرنامج، وبالتالي نطلب فتح البرنامج من خلال تظليله، فتظهر البيانات لكون البرنامج قد تم خزن البيانات سابقا وإدخالها. لو نلاحظ عملية الإدخال، المعاملات ريشن وويت الوزن، تم إدخال البيانات في الداتا إديتور ب3 مكررات للمعامل الأولى والثانية والثالثة والرابعة، والآن نقوم بإجراء التحليل الإحصائي باستخدام الأمر GLM من قائمة Analyze General Linear Model، ومن ثم نختار Univariate. بعد الضغط على Univariate يظهر أمامنا مربع الحوار الواضح أمامنا، حيث نقوم بنقل المتغير ريشن أو المعاملات إلى الفيكسد فاكتور، بينما المتغير سكيل اللي هو الوزن سنقوم بنقله إلى ديبند فاريبل. موديل نقوم بتفعيله بالنقل إلى الجهة المقابلة، وبعد ذلك نقوم بالبوست هوك حيث يجري نقل المتغير إلى البوست هوك تيست بوكس، ونقوم باختيار اختبار توكي واختبار دنكن. Option نقوم بنقل المتغير إلى المتغير الهدف، ونختار Descriptive Statistic، ومن ثم Power، واختبار تجانس التباينات. فتظهر لنا شاشة النتائج، حيث يظهر فيها الإحصاء الوصفي واختبار تجانس التباينات living test، ونلاحظ هنا أن قيمة significant هي 59%، أي أنها أكبر من حدود 0.05، وبالتالي نقبل بفرضية العدم، أي أن هنالك تجانس للتباينات في المجاميع المستخدمة، كما نعلم بأنها تمثل أحد شروط إجراء تحليل التباين. أيضا من ضمن الأمور التي تم اختيارها هي الباور، قوة الاختبار، وبالتالي نلاحظ أن قوة الاختبار يجب ملاحظتها ألا تقل عن 0.80، 80% يعطي اختبار بقوة جيدة، فما دون تكون قوة الاختبار ضعيفة. ونلاحظ هنا أن قوة الاختبار هي 0.86، وهذا يدل على أن قوة الاختبار
الجيدة وضمن الحدود الجيدة. نلاحظ أيضا المتوسطات والستاندر إيرر لتحليل التباين الكلي وليس للمتوسط المنفرد. أيضا طلبنا البوست هوك، البوست هوك طلبنا توكي وطلبنا أيضا دنكن. ونلاحظ هنا اختبار توكي واختبار دنكن، ومن خلال ملاحظتنا نجد أن اختبار توكي لم يحدد الفروق المعنوية للمعاملة الأولى والثالثة، نجدها وضعها في نفس العمود للمعاملة الثانية، بينما اختبار دنكن أشار إلى وجود فروق معنوية ما بين المعاملة الثانية والمعاملة الأولى والثالثة، وهذا يشير إلى أفضلية استخدام اختبار توكي في تحديد المتوسطات ومعنوياتها. لاحظنا قبل قليل تكلمنا عن الباور، نلاحظ أيضا الاختبار أشار إلى وجود تأثير معنوي للمعاملات المستخدمة ولكن لم يبلغ إلى التأثير على المعنوية، وبذلك يكون التأثير عند مستوى 5%.